هل صلحوا لي انقطاع تام للطحين؟ منذ اسبوع لم تحصل الناس على لقمة خبز. تم جلب الطحين من المنازل وخبزه في هذا الفرن. لا تخاف لا تخاف، اكثر من اللي صار شو راح يصير؟ ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، ولكنه احد اسباب العيش. ما كان يظن انه يضغط علينا بهذه المادة فانه خاطئ. في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول مخبزه. لا يوجد سوى هذا المخبز الوحيد في منطقة الحولية كلها، ولا يوجد به طحين. تم جلب الطحين من المنازل.